بيان ثوار العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. صدق الله العلي العظيم. أيها الشعب العراقي العظيم، لا يخفى على الجميع إنما يقوم به الثوار الأحبة من حملات الدعم، من تحفير وتعقيم وتوفير السلة الغذائية للفقراء، إنما هو حرص منهم على محاربة فيروس كورونا وكسر تفشيه، ودعم إخوانهم من العوائل المتضررة بسبب خطر التجول، بسبب حظر التجول، وإن هذه الحملات تجعل الثوار قريبين من جميع المواطنين، وبالأخص الطبقة الفقيرة والمحرومة من أبسط مستلزمات الحياة الكريمة، الأمر الذي بدأ يستشعر به الثوار خطورة الموقف على المدى القريب، حيث وصل الحال عند الفقراء بالتفكير في كسر الحظر محاولة منهم للعودة إلى كسبهم اليومي، وإن هذا الأمر سيؤدي بالنتيجة إلى انتشار الوباء ليأخذ منا المزيد من الأحبة. وفي كل هذه المؤشرات الخطيرة نرى أن الحكومة وأحزابهم الفاسدة لا تبادر بما يتلائم وخطورة الموقف، وإن أصحاب القرار يقفون عاجزين عن حماية المواطنين في الوقت الذي يحصنون أنفسهم من هذا الفيروس اللعين، حيث لم نرى منهم إلا ما يدعون الخجل والعار كسرقاتهم لثورات البلد لأكثر من 17 سنة، وظلم لأبناء الشعب وقمع لمخالفيهم، وكان آخرها استهتارهم الواضح عندما اجتمعوا ليناقشوا خلافاتهم على منصب رئيس الوزراء، تاركين وراهم شعبهم يواجه الموت ببطء فارغ أمام وباء كورونا، هذا الفيروس الذي فضحهم أكثر من قبل، حيث بين الإهمال المقصود في القطاع الصحي ومن قابله الاقتصادي.